السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا مزيان وكل شيء يكون بخير. مرحبا بنا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون على واحد السوق هنايا في مدينه ييوو. مدينه ييوو هي واحد المدينه معروفه في الصين، مدينه التجاره اللي كيجيو ليها الناس بزاف باش انهم يشريوا السلعه، بحكم ان السلعه هنايا كتكون رخيصه. وهاد المدينه هذه مدينه ييوو كاينه في مقاطعه زيجيان. مقاطعه زيجيان هي واحد المقاطعه كاينه ما بين مقاطعه فوجيان اللي كنسكن فيها انا ومقاطعه جيانغسو. ودابا ان شاء الله غادي نمشيو لاكبر سوق ديال البيع بالجمله في العالم، وغادي نضربوا دويره تما في المنطقه اللي كيتباعوا فيها السبرديلات، يعني ديستريكت رقم 2 طبق رقم 4، حيتاش هذا السوق هذا صراحه كبير بزاف وفيه 6 ديال ديستريكت، يعني 6 ديال البلايص، وكل ديستريكت باش مختصه، وكل ديستريكت كتلقى فيها يعني 4 طوابق. واليوم ان شاء الله غادي نكتشفوا هذا السوق هذا اللي هو اكبر سوق ديال البيع بالجمله في العالم. انا دابا يلا مازال في الشارع وغادي نقطع الجهه الاخرى. خصني نقطع الشانطي من هاد الجهه ونمشي نيشان، وفاش نوصل للجهه الاخرى ندور على اليسار. نشوف دابا نقطعو الشانطي، راه الضو الخضر دابا. انا قطعت الشانطي دابا وعاوتاني خصني نقطع الشانطي من الجهه الاخرى. انتوما المهم هذا السوق هذا راه باقي بعيد شويه، تقريبا واحد 200 متر، وغادي نوريكم كل شيء. دابا نزيدو نقطعو هذا الشانطي هذا، نمشيو للجهه الاخرى باش نمشيو المنطقه رقم 2، يعني سكند ديستريكت ولا ديستريكت 2، نمشيو للطبق الرابع اللي فيه السبرديلات. المهم هذا الفيديو هذا غادي نشوفو غير السبرديلات، الانواع اللي عندهم تما، ونشوفو الاثمنه ديالهم. ولكن الاثمنه بالتقسيط، يعني السبرديلات فاش كتشري وحده ولا جوج راه ماشي هما يعني الاثمنه ديال البيع بالجمله. البيع بالجمله كيكون داكشي رخيص، كتقدر تلقى سبرديله مثلا بدولار ولا بدولار ونص ولا بجوج دولار، ولكن الا شريتي نفس السبرديله بالتقسيط كيكون الثمن ديالها زايد. البلاصه اللي شديت فيها لوطيل انا سميتها ينخان. ينخاي هي واحد المنطقه معروفه ومنطقه يعني ما بعيداش بزاف على هذا السوق هذا. الناس اللي باغيه تجي ليوو تقدروا تحجزوا فندق في المنطقه اللي سميتها ينخاي. ينخاي يعني على بعد تقريبا واحد 600 متر و 700 متر من هذا السوق هذا، سوق الفوتيان. وانا شديت يعني غرفه في هذاك لوطيل الليله 150 يوان، جوج ليلات ب 300 يوان، تقريبا جوج ليلات بواحد 450 درهم بحال هكاك، وداخل فيها الفطور. كما كتشوفوا هذا هو سوق الفوتيان، ولكن هذه غير طاب يعني المنطقه الثالثه، سميتها باللغه الصينيه سانشي ديستريكت 3 ولا ثيرد ديستريكت. وراه ماشي غير هكا، راه مازال زايده وغاديه ليه، يعني كل منطقه كتقدر تلقى فيها مثلا يعني في العرض واحد كيلومتر وكتلقى 4 ديال الطوابق فيها. دابا هذه هي المنطقه الثالثه، خصني واقيلا نمشي نيشان باش نخرج في المنطقه الثانيه اللي هي ارتشي باللغه الصينيه. عرفتي الخوت، كان كيحسب لي ان المنطقه الثانيه راه من الجهه الاخرى، ليه؟ ولكن المنطقه الثانيه هي هذه، وهذا هو الباب ديالها. وفي فيديو اخر غادي نوريكم الباب الرئيسي ديال هذا السوق الفوتيان، راه باقي في المنطقه رقم 4 وقيله ولا المنطقه رقم 5. المهم دابا نمشيو ندخلوا لهذه المنطقه، هذه المنطقه رقم 2 كما كتشوفوا. يلا بينا
District 2 International Trade Mart. بدات تنسى عليا اللغه الصينيه، ولكن نمشيو دابا ندخلوا لهذا السوق. هذا السوق الكبير كما كتشوفوا. حنا دابا في منطقة ثانية عندهم هنايا في الطابق الأول، غير السيكان كما كتشوفوا، السيكان ديال المراوات، هادو البوكسز هادو حنا ما بغيناش هاد الشيء هذا. غادي نمشيو نقلبوا على الدروج ولا السنسور ونطلعوا ديريكت لفوق. المهم الطبق الاول عندهم هنايا كما كتشوفوا الباكس، ولكن هذا الشيء كبير الخوت. غادي تبقى تلقاو بزاف ديال المحلات فيهم هكا مكتوبه فيهم باللغه العربيه، يعني مكتوبين شي كلمات وشي جمل باللغه العربيه. حيت كما قلت لكم في الفيديو اللي درت من قبل، ان بعض هاد مالي المحلات كيكونوا عرب ولا كيكونوا شناو وكيتعاملوا مع العرب، على هذاك الشيء باش كيديروا هذا الشيء باللغه العربيه. المهم هنا راه كاينين غير السيكان. هذه هي الساحه الكبيره اللي كاينه وسط هذا الماركت. هذا دابا غادي نطلعوا لفوق. عندهم هنايا السنسور كما كتشوفوا، سنسور ما خدامش، ماشي سنسور، المهم سنسور لا اسكيليتر ولا سميتو، انتم ما خدامش. عندهم هذا الشيء هذا ما عرفوش كيسدوه هذا الشيء في السبت والحد ولا ما عرفش. المهم هذا هو الطبق الثاني، عندهم هنايا البولات، وعندهم حتى البيكالات ديال الدراري الصغار والرجاله كما كتشوفوا، والبناوات، هذوك الكاسكات ديال المطر ديال البيكالات، وهاد اللعيبات هادو عاوتاني عندهم هنايا البيكالات. واو عرفتي، لو بقيت كنتسالى غير في هاد الطبق هذا راه ما نكملو على نهار وما يكفينيش. هانتوما البيكالات هنايا عاوتاني، داكشي كامل يعني اللي خاص به الدراجات و المطر و الطوموبيلات غادي تلقاه هنايا، يعني في المنطقة جوج الطبق الثاني. دابا غادي نمشي نرجع باش نطلع للطبق الثالث ونطلع للطبق الرابع. كنتمنى ما نكونش غلطت الخوت، حيتاش بعض المرات هاد الشيء هذا الصراحه كيتلف بزاف. حيتاش راه هاد السوق هذا راه كبير، تقريبا فيه واحد 5 كيلومتر على الارض، كل منطقه فيها كيلومتر، وكل منطقه فيها 4 طوابق، وكل طابق فيه تقريبا شي 4000 يعني حانوت، والمجموع ديال الحوانت اللي كاينين هنايا في هذا السوق اكثر من 80000 حانوت، وتصوروا اكثر من 80000 حانوت كاينه هنايا. العالم كامل كيجي يشري الحوايج هنا، العالم كامل كيجي يشري الحوايج، يشري يعني اي حاجه صغيره كيجيو يشريوها الناس هنايا. وقيل راني غلطت في اني دابا في الطبق الثالث، ولكن ماشي الطبق الرابع ما كاينش في هذه المنطقه رقم 2. المهم هنا عندهم غير السوايع كما كتشوفوا، هنا هذه المنطقه هذه خاصه غير بالواتشز، عندهم السوايع هنا. باش قلت لكم الخوت هذا الشيء هذا كيتلف، السبرديلات ما كاينينش في المنطقه رقم 2، كاينين في المنطقه رقم 4. وراه سولت واحد السيد وقال لي خصك تمشي نيشان، ودابا راه وصلت للمنطقه 3، وهاد المنطقه هادي فيها
يعني هاد الطبق الثالث اللي كانت واجد فيها انا دابا فيه يعني مواد التجميل ديال النساء وداك الشيء كما كتشوفوا بعض المسلمين هنايا كاينين هنايا مسلمين كاينين عرب كاينين افارقه يعني جميع الاجناس غتلقاهم هنايا غير دابا كيبان لكم هاد السوق هذا خاوي علاش حيت اليوم السبت والحد وفي الصين السبت والحد كتكون عطله ولكن من الاثنين حتى الجمعه كتكون الصراحه الدنيا هنايا عامره حتى شناوه كيجيو لهنايا باش يشريو حيت كيشريو حتى هما السلعه ويبيعوها في بعض المناطق الاخرى في الصين حيت هنايا السلعه رخيصه بزاف مقارنه بمناطق اخرى حتى في الصين ومقارنه حتى بدول العالم يعني كتلقى سبرديله هنايا دايره دولار كتبيع انت مثلا في المغرب ب 10 دولار كتلقى دايره 10 دراهم مثلا هنا كتبيعها مثلا في المغرب ب 100 درهم ولا 90 درهم ولا تقدر تبيعها بكثر على حساب ولكن صراحه اللي بغى يبدا هادشي ديال يعني التجاره خاص تكون عنده شي شركه باش يكون داكشي قانوني ويكون داكشي سهل هادشي اللي كيبان لي انا المهم انا جيت لهنايا باش نشري باش نقلب على واحد السبرديلات باغي نصيفطهم ان شاء الله لواحد السيد ودابا راه مازال كنقلب عليهم قلبت عليهم البارح مشكله كتبغي واحد السبرديله مثلا نايكا ولا المهم شي براند كتلقى عندهم غير وحده فهمتي وكيقول لك مثلا الا بغيتي بزاف خصك تدوموندي باش المصنع يصنعهم واقل حاجه كيمكن يصنع المصنع يعني واحد الكميه كبيره بزاف وانا ما بغيش كميه كبيره بزاف باغي نبدا غير واحد الكميه يعني قليله ومن بعد ان شاء الله الا تيسر هذا الشيء هذا نشوفوا عاوتاني شي كميه كبيره ديال السبرديلات واخيرا وصلت للبلاصه ديال السبرديلات منطقه 4 طبق الثالث ماشي الطبق الرابع ودابا غنمشيو نشوفوا السبرديلات اللي عندهم هنايا والاثمنه ديال السبرديلات كما كتشوفوا هنايا عندهم لي طالون ديال المراوات النساء هادو اللي كيكونوا برا يعني كيكونوا بالتقسيط كيبيعوا بالوحده بالوحده هادو السبرديلات ديال الرجال هادو كيبانو غاليين شوية هادا واقيلا البرايس على ما اظن المهم نزيدو نشوفو هنا عندهم حتى الصنادل كيما كتشوفو يعني اي حاجة خاصة بالرجلين كتلبس في الرجلين غادي تلقاوها هنايا في هاد المنطقة هادي ندخلو دابا نشوفو اشنو عندهم هنايا كما كتشوفوا انتوما بحال هادو كيتباعوا بالتقسيط يعني هادو 15 ليوان للسبرديله هادو ديال الدريسوار كما كتشوفوا سبرديلات ديال الدريسوار 15 ليوان هادو ديال البنات الصغار هنايا عاوتاني عندهم الصبابط ديال الرجالة والصنادل هاد الشي ديال الجلد صنادل ديال الجلد هادا عاوتاني ديال الصوفا هنايا عاوتاني السبرديلات الاخرين يعني السبرديلات بالاشكال والانواع هنايا السبرديلات ديال الدراري الصغار هنا ما دايرين لهمش الصراحة الثمن شحال هنايا صبابط عرفتي هاد المنطقة ديال السبرديلات في سوق الفوتيان غتقدر تلقى هنا بعدا على الأقل على الأقل واحد 4000 ولا 5000 حانوت 4000 ولا 5000 حانوت على الاقل
هانتوما هنايا عاوتاني دايرين الثمن هاد البنطوفات هادو كما كتشوفوا ديال البرد هادو ب 15 ليوان الوحده البنطوفات الاخرين عاوتاني هادو ديال النساء هادو ب 10 ليوان الوحده هاديك ايتشون كتعني يعني جوج هادو 10 ليوان 10 ليوان هنايا عاوتاني هادو دايرين 35 يوان البرايس ديالهم شوفوا السبرديلات على الاشكال والالوان تبارك الله موجود الخير في هذا الماركت هذا البنطوفات عاوتاني هنايا الصبابط ديال النساء يا السلام عليكم المهم كل شيء موجود هنا هنا عاوتاني الصبابط ديال الرجاله هذاك اللي قلت له السلام عليكم هما واحد جوج دراري من دولة الأردن عندهم حتى هما واحد الحانوت هنايا وكيبيعوا السبرديلات ولكن هما كيشحنوا غير الأردن ما كيشحنوش يعني الدول الأخرى كيتعاملوا غير مع السوق الأردني هانتوما السبرديلات هنايا الآخرين هادو السبرديلات ديال الدراري الصغار كما كتشوفوا عامر الدعوه انا يا سبرديلات واو تبارك الله كلشي هادشي سبرديلات هانتوما هنايا عاوتاني الصنادل الصنادل ديال الزيت هاد الصندالة هادي بحال هاد الصندالة اللي لابس نيت دابا شي وحدين ما كيكونش فيهم الثمن ولكن فاش كتسولهم كيجاوبوك على الثمن ديالهم يعني شي وحدين ما كيكونش فيهم الثمن نزيدو دابا نشوفو الأثمنة ديال السبرديلات الاخرين بانو لي هنايا وحدين اخرين هادو ب 80 يوان السبرديلة شوف السبرديلة كي دايرة شوف 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 80 يوان الوحدة هانتا كاليتي زوينة ما بيعش كاليتي زوينة ما بيعش هادو عاوتاني كاليتي ناقصة هادو ب 50 يوان ديال السبور ديال الجرا نايكي هنا عاوتاني البنطوفات واو شحال ني هاو كي لوما ها سيسيني انا وكي تشلي ميان لوما ها سيسيني سولت هاد المرأة هادي واش يمكن نصور عندها بزاف ديال البنطوفات هنا تبارك الله شوف 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 تبارك الله شوف الحانوت قداش واو هادي عندها غير البنطوفات والصنادل الصنادل ديال الميكال هي عاوتاني زورق كحل خضر شوف 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 تبارك الله سيسيني هنا ما كاينش مشكل في التصوير يعني فاش كتصور هاد الحوايج هادو ولا هاد السبرديلات ما كيقول لك حتى شي واحد شي حاجه ولكن انا ديما كنبغي نطلب منهم صراحه الاذن نقول لهم واش يمكن نصور ولا لا الا بغاو كنصور ما بغاوش صافي كنزيد في حالي انتما السبرديلات الاخرين عاوتاني هنايا هادو ديال البنات هادو على ما اظن واش بنات ولا دراري شتي كي دايرين شوف شوف والله الا كاليتي لا واعر صح واو كاين السبرديلات هادو ما داير لهمش مولاهم الثمن السبرديلات هاو الثاني هادو هادو كبار ما عنديش معاهم هادو تقال جيت لواحد الحانوت هنايا هاد الحانوت فيه غير الصبابط ديال الرجاله كما كتشوفوا شوفوا شوفوا تبارك الله شوف 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 حانوت الصراحه منظم ناضي كناضي محلق عليه هاد السيد هذا تبارك الله عليه ها شوفوا تبارك الله شحال مصبط والفوق عاوتاني عندو البوكسز ديالهم واو هاد السبرديلات هادو دايرين 69 يوان كما كتشوفوا راه حاطين الثمن تما
وكاين الثمن حتى في الحيط. شوف على السبرديلات زوينين ما بيهمش خفاف. هادو عاوتاني سبرديلات الاخرين هنايا ما كاينش، ما حاطينش الاثمنه. يعني صراحه اثمنه ديال السبرديلات هنا اثمنه مناسبه. هنايا عاوتاني السبرديلات ديال الدراري الصغار، هاد ديال البنات. شوف داكشي ناضي. سبيبيط باللويز، عامر باللويز. شوف هاد السبيبيط عاوتاني فيه واحد الوريضه هنايا ناضي طالو عاوتاني. قلت لكم جميع السبرديلات غادي تلقاوهم هنايا، جميع الاشكال والالوان. واو شوف هاد السبيبيط كي داير. شوف شتي لا سبيبيط كي داير ناضي صراحه عجبني هذا. شوف كي داير الجهه الاخرى عاوتاني السبرديلات الاخرين. شوف هاد الحوانت هادو كاملين كلشي السبرديلات من الداخل ومن برا، يعني عندهم السبرديلات في جميع الاماكن. بقى لهم شويه يحطوا السبرديلات هنايا في الارض. هانتوما عاوتاني السبرديلات هنا اخرين. شوف هاد السبرديله كاينه ناضيه ناضي هادشي تبارك الله. هادو غاليين شويه، هادو ما بين 100 و 120 يوان. كاينين اللي 120 يوان، كاينين اللي 100 يوان، وكاينين اللي دايرين 150 يوان. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم الخوت. ضربنا دوره في سوق الفوتيان، اكبر سوق للبيع بالجمله في العالم، وعرفنا الاثمنه ديال الاحذيه بالتقسيط. واللي عجبو هذا الفلوق هذا يدير واحد اللايك، وما تنساوش تشتركوا في القناه، واللي عنده شي موضوع نقدر نهضر عليه يديروا ليا في الكومونتير، ونشوفكم في فلوقات اخرى ان شاء الله. يلا الله يعاونكم وتهلاو فراسكم.